avec ta main. C'est bon ? On est ici à la Wafd, Chabab Jazairi. منهم من الهلال الأحمر الجزائري منهم من الكناس بيز للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ومنهم من الشباب الجزائري المقيم بالخارج من الجالية الوطنية في الخارج وهذا يدخل في إطار الخمسينيات للعودة إلى السيادة الوطنية وزيارتنا للمخيمات هي مهمة جدا لأن نسمع العديد من المرات اللاجئين السوريين لاجئين السودانيين لاجئين ولكن ننسى بأن هناك لاجئين في تندوف الذين يعانون من أكثر من 37 سنة ويسنوا في تقرير مصيرهم والعودة إلى أرض وطنية ولك شاب جزائري أريد أن أقول بأني فخور كثيرا بالجزائر بموقف الجزائر رغم المشاكل التي مرت عنها الجزائر مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية مشاكل مدنية ورغم كل هذه المشاكل في الماضي الحمد لله اليوم رانا تعدينا عليها الجزائر لن تغير موقفها بالنسبة للقضية الصحراوية ولن تغير دعمها الدبلوماسي للشعب الصحراوي ولهذا أنا كجزائري وطالب جزائري في الخارج فخور جدا وأشكر اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي لتنظيم هذا الوفد المهم.